اسألهم ما هي أركان الإسلام. ركن الإسلام مين من أركان؟ خمسة. الأول. تيموي صوت شهادة صوت بي كلمة الثاني صلاة خمس مرات الصلوات خمس مرات نعم إيتاء الزكاة هذا الثالث نعم صوم شهر رمضان شهر في السنة نعم شهر واحد في السنة تمام الخامس حج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيل ما شاء الله